أشهد أن مولانا أمير المؤمنين عليا ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. صدق الله العلي العظيم. الشهوة الجنسية إحدى المشاكل الكبرى للبشر، بوابة كبيرة للدخول إلى جهنم. ربما مئات الملايين من البشر يدخلون إلى جهنم من هذه البوابة. كيف ننظر إلى هذه الشهوة؟ وكيف نتعامل معها؟ لعله يقال كما أنه بالفعل بعض البشر هكذا يقولون، أن هذه مادة الفساد يلزم أن تقتلع، يلزم أن نزيل هذه المشكلة بسبب إزالة هذه المادة، هذه الشهوة. طبعا هذا بالنسبة إلينا كمسلمين كلام واضح البطلان، نحن نرى أن هذه الشهوة شيء جعله الله سبحانه وتعالى في نفس الإنسان لمصلحة الإنسان. يلزم أن نوجهها توجيها صحيحا، لا أن نزيلها. يجب أن نسد هذه الحاجة بطريقة صحيحة، لا أن نقلعها ونقمعها. في الأسبوع الماضي تحدثنا عن مشكلة كبيرة في حياة الإنسان، عنوناها بعنوان التصنع. فلان كذا فأنا أيضا يلزم أن أكون مثله.
فلان عنده السيارة الفلانية يلزم أن تكون عندي مثل تلك السيارة. هذه المشكلة التي هي من المشاكل الكبيرة في حياة البشر، وهي من مصادر طوائف من مشاكل البشر، هي من مصادر المشاكل النفسية التي في بعض الأحيان تتبدل إلى أمراض نفسية، هي من مصادر المشاكل الاجتماعية والعائلية بصورة خاصة. ما أكثر المشاكل العائلية والمشاكل الاجتماعية التي تنبع من هذه المشكلة. هي من المشاكل الاقتصادية، مليارات، أصلا رقم مليارات كقليل، عشرات المليارات، مئات المليارات سنويا تتلف بسبب هذه المشكلة. مشكلة اقتصادية كبيرة، بل من مصادر المشاكل الاقتصادية، والأخطر من كل ذلك مشكلة روحية، من مصادر المشاكل الروحية، السقوط في الذنوب. كم من الذنوب سنويا ترتكب بسبب هذه الحالة؟ ملايين، لعله أكثر. لا لا أقول لعله، حتما أكثر. هذه المشكلة التي سميناها التصنع، كيف نتعامل معها؟ كيف نتخلص من هذه المشكلة؟ لعله يقال أنه يلزم أن نسد هذا الباب في النفس وفي المجتمع. لا تنظر إلى الآخرين، خلاص لا تتطلع إلى ما عند الآخرين، وانتهينا. بهذه الطريقة يلزم أن تعالج هذه المشكلة. هذه نظرة بدوية إلى هذه القضية. كلا، هذه الطريقة ليست صحيحة. هذه الحالة بالضبط مثل الشهوة الجنسية، شيء جعله الله سبحانه وتعالى في النفس، يلزم أن توجه توجيها صحيحا، لا أن تزال. هنا ثلاثة عناوين متقاربة في المعنى ومتداخلة في المصاديق، نقف عندها. أولا التصنع، ثانيا التنافس، ثالثا الاقتداء والتقليد. أولا التصنع، الشخص ليس تاجرا، ليس ثريا، يلبس ملابس الأثرياء، يركب سيارة الأثرياء، يريد أن يشتري دارا مثل الأثرياء. طبعا يتحمل في هذا السبيل ما يتحمل. التصنع من أقبح، من أسوأ الأشياء. الشخص ليس عالما يفتي، يتصنع كأنه عالم، ويتصنع ويتصنع، من أقبح القبائح. ماذا نصنع بهذه المشكلة؟ نزيلها. لا تتصنع، كن أنت، خلاص. لا، هذا ليس صحيح. التصنع شيء ركزه الله سبحانه وتعالى في نفس الإنسان، من الخطأ قلع هذا الشيء، يلزم أن يوجه. تصنع في الأمور المحبوبة، عندنا تصنع محبوب،
صفة ليست فيك تتصنع تلك الصفة. نعم عندنا تصنع محبوب. في الحديث الشريف عن الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليهما يقول: إذا لم تكن حليما فتحلم. هذا التصنع، هذا التصنع حسن. الصفات الحسنة تصنعها، إن كانت فيك فبها، إن لم تكن فيك أظهر نفسك بهذا المظهر. شيئا فشيئا ستجد هذه الصفة الحسنة في نفسك حقيقة تصير. أنا أعرف، أعرف نماذج، طبعا نماذج في التاريخ ذكروا، نماذج في حياتنا رأينا. شخص كان جبانا جدا، تصنع الشجاعة صار شجاعا، وعلى عكس ذلك النتيجة تكون عكسية. بعض الأشخاص يتصنعون الصفات السيئة والعياذ بالله، ما أعرف لماذا، شيئا فشيئا هذه الصفة السيئة تصبح واقعا في داخل نفس الشخص. شخص فرضا شجاع يتصنع أنه جبان، شيئا فشيئا يصبح جبانا. التصنع الشيء موجود في النفس، ليس من الصحيح أن أزيله، الصحيح أنني أوجهه توجيها صحيحا. تصنع في الصفات الحسنة شيئا فشيئا، سوف لا ترغب في التصنع في الأشياء الثانية، لا ترغب أن تتصنع مكان الأثرياء ومكان العلماء إن لم تكن عالما. لكن التصنع السيء شيئا فشيئا يذوب فيك، لأنك تتصنع في مجال حسن. بعبارة أخرى، التصنع بالضبط مثل شهوة الأكل، أشبع هذه الشهوة بالطعام الصحي سوف لا تشتهي طعاما فاسدا. عندنا تصنع صح حسن، امشي في هذا المجال سوف لا ترغب، حالة موجودة في النفس، هذه الحالة تشبع، هذه الحاجة تسد. بهذه الطريقة أنت قلعت مادة الفساد بدون أن تقلع هذه الحالة، لأن الحالة حالة صحية في مجال صحي. ثانيا، التسابق، التنافس. ملايين من الأمثلة بل أكثر من التسابق بين الناس. عنده سيارة، يرى صديقه شخص آخر اشترى سيارة أخرى، لا يريد أن يشتري تلك السيارة، سيارته جيدة، سيارة مريحة، سيارة باردة في الصيف دافئة في الشتاء، توصله لا تؤذيه، لأن فلانا عنده هذه السيارة اشترى السيارة الفلانية، أنا يلزم أن أشتري مثله أو أحسن منها. كم من الشباب يشترون أجهزة عندهم، أجهزة ثانية تكفيهم، لا موديل جديد، عنده جهاز من هذه الأجهزة الذكية وهذا الجهاز يكفيه حاجاته، هذا الجهاز فوق ما يحتاجه الشخص، جاء موديل جديد، الشباب اشتروا، الشباب اشتروا فليشتروا، لعل بعضهم عنده حاجة. البعض الآخر ما عنده حاجة، صنع شيئا خطأ، لا أنا أيضا أريد أن أشتري. تسابق، تنافس.
كم تعرفون من هذه النماذج؟ انظر فقط نظرة عابرة حولك ستجد عشرات حولك. هذه الصفة السيئة. طبعا عادة نحن نذكر الأمثلة العادية، نوجه الخطاب إلى الشباب، غير الشباب أيضا هكذا في أشياء ثانية. إنسان أحيانا يستقبح أصلا يذكر بعض الأمثلة. تنافس في أمور إجمالا. ماذا نصنع؟ نقلع هذه المادة؟ كلا، هذه المادة مادة صحية. التنافس شيء حسن، التسابق شيء حسن، شيء جعله الله سبحانه وتعالى. المشكلة أن هذا الشيء الحسن وجه توجيها خاطئا. صار التنافس في الآيفون، صار التنافس في السيارة، صار التنافس في الكذا، التوجيه غلط. وجه هذه الحاجة في النفس، حاجة التنافس حاجة، تريد أن تقتنع أنها حاجة. انظر إلى الأطفال، الأطفال لا يعرفون هذه الأشياء. الأطفال يتعاملون مع القضايا تعاملا طبيعيا بطبيعتهم. الأطفال عندهم تنافس؟ نعم، الطفل بمجرد أن يبدأ بالكلام عنده تنافس، بمجرد أن يبدأ بالمشي يتنافس. والبنت طبعا عادة تكون في هذا المجال، وحتى في مجال التصنع البنت تكون بدرجة أعلى من الولد الذكر. حالة موجودة في طبيعة الإنسان. هذه الحالة الصحية التي خلقها الله سبحانه وتعالى في نفس الإنسان وجهها توجيها صحيحا، تنفعك أيما نافع. الله عز وجل يقول: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذه اللام لام الأمر، أمر من الله سبحانه وتعالى بالتنافس في مجال، في ذلك في مجال الآخرة. العلماء يقولون: تقديم ما حقه التأخير يفيد الحاصر. العبارة: ليتنافس المتنافسون في ذلك. الله عز وجل قدم في ذلك على الفعل، قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لعله وجه من وجوه هذا التقديم إفادة الحصر، يعني التنافس الصحيح فقط وفقط هو التنافس الذي يكون في مجال يرتبط بالآخرة. هذا التنافس الصحيح، هذا التنافس مأمور به. أنت تنافس في مجال الآخرة، سوف لا ترغب في التنافس في السيارة، سوف لا ترغب في التنافس في التجارة، سوف لا ترغب في التنافس التافه، لا ترغب أصلا. تنافس في خدمة الناس، تنافس في خدمة الناس، تنافس في خدمة الشعائر الحسينية المقدسة، تنافس في مجال العبادة، تنافس في الإنفاق في سبيل الله عز وجل، تنافس في المجال الحسن، سوف لا ترغب أصلا في التنافس في هذه الأشياء التافهة. لماذا؟ لأن هذه الحاجة تسد. يا أخي حاجة، حاجة سد هذه الحاجة بطريقة صحيحة لا ترغب. رأيتم أم ما رأيتم؟ أنا رأيت، أنتم رأيتم حتما. بعض الناس همهم خدمة الناس، عنده هذا الهم، هوايته، لنقل هوايته خدمة الناس. هذا الشخص بإمكانه، عنده أموال، يتمكن أن يشتري أفضل الأشياء، أصلا لا يرغب، لا يرغب إلا بضغط من شخص يشتري شيئا حسنا. عندي الآن أنا أتذكر بعض الأشخاص أصلا ما كان يرغب، لأنه عنده تنافس في شيء حسن، خلاص ملأ هذه الحاجة بمجال حسن. ثالثا،
الأسوة، التأسي، الاقتداء، التقليد. يعني يكاد الإنسان أن لا يصدق وجود نماذج عجيبة في مجتمعاتنا في التأسي والتقليد. يقلد اللاعب الفلاني في قصة شعره، يقلد الممثل الفلاني حتى في طريقة أكله، كيف يأكل الطعام. إن شاء الله غير موجود في من يسمعني من هذه النماذج، إن شاء الله غير موجود. بعض الكلمات لا يتمكن الإنسان أن يطلقها لوجود مشكلة شائعة. ماذا نسمي هالحال؟ هذه الحالة موجودة أم لا؟ لا أقول في المجتمعات التافهة، لا، في مجتمعاتنا المتدينة موجودة هذه الحالة أم لا؟ تقلد المرأة الممثلة الفلانية في ملبسها. أي التفاهة هذه؟ يعني البشر يصل إلى هذه مستويات من التفاهة. الممثلة الفلانية امرأة فاسقة فاجرة لا تسوى فلسا عند الله عز وجل. تقلدها في ماذا؟ في شيء حسن مثلا، فيها صفة حسنة؟ لا، تقلدها في ملبسها، تقلدها في المكياج، تقلدها في الحلي التي لبسته. وتقليد من الأشخاص التافهين. جدا عيب، جدا جدا عيب. لا أقول عيب أمام الله سبحانه وتعالى، ذاك عيب، عيب. لا، عيب أمام نفسك. الإنسان يرى نفسه وصل إلى هذا المنحدر السيء، يعني وصل إلى القاع. أنا ماذا أصنع؟ أقلد من في ماذا؟ ماذا نصنع؟ نفس المعادلة، قلد، اقتدي، تأسى في مجالات مهمة بأشخاص راقين. سوف لا ترغب، أقول سوف لا تفكر بتقليد هؤلاء التافهين وفي المجالات التافهة. قلد، قلد، نعم، تأسى في المجال الثمين، في مجال يسوى، وقلد شخصا عظيما. سوف تعرف أن هذا التقليد تفاهة، ما مثلها تفاهة. لا تفكر أصلا أن تقلد هؤلاء بعد ذلك. لماذا؟ لأنك ملأت هذه الحاجة. التقليد حاجة، التأسي حاجة، ولله الحمد عندنا نماذج ما شاء الله، نماذج عظيمة في مجتمعاتنا كثيرة كثيرة. تأسى بهذه النماذج في أي شيء تتأسى بهم؟ تأسى في المجال الثمين، في الأشياء التي لها قيمة حقيقية، قيمة تتناسب مع شخصيتك. أنت بشر، أنت إنسان، الله عز وجل جمع فيك قدرات جدا جدا كبيرة. وإلا يقال كان شاب وهناك شخصية كبيرة في عين هذا الشاب، ذهب إلى
تلك الشخصية الكبيرة، قال له: أنا أريد أن أتعلم منك، تعلمني بعض الأشياء، فهل تقبل أن أتردد عليك حتى أتعلم منك؟ قال: لا بأس. صار يتردد هذا الشاب على ذلك الشخصية فترة، وحاول أن يصير مثله. في ماذا؟ في لحيته. أشهر يحاول أن تكون لحيته مثل لحية هذه الشخصية. بعد أشهر قال هذا الشاب لتلك الشخصية: هل وصلت إلى مرحلة أكون مؤهلا لأن تعلمني بعض الأشياء؟ قال: كلا وألف كلا. أنت خلال هذه الأشهر كل حياتك، كل فكرك كان في اللحية، أضعت عمرك في اللحية. العظمة ليست في اللحية، العلم ليس في اللحية. الشاب غضب على نفسه غضبا شديدا، أنه بالفعل أتعاب يذهب إليه يأتي يحاول كذا في اللحية، والنتيجة لا شيء. فذهب وحلق لحيته كلها. جاء إلى تلك الشخصية قال له: الآن جيد؟ قال: ما بك، لازلت في اللحية. إما تطيل اللحية خطأ أو تحلق اللحية خطأ. أخرج من اللحية، اذهب إلى اللحمة، اللحمة الحقيقية، أخرج من الهامش، أدخل في المضمون. نصبح بعضنا يصبح في اللحية، ويا ريت لحية شخص عظيم، لا لحية شخص تافه، يعني تفاهة في تفاهة. سد هذه الحاجة بتقليد، بالاقتداء، بالتأسي بشخصيات كبيرة في أمور هامة، سوف لا ترغب بهكذا نماذج من التقليد التافه. تسد هذه الحاجة، جرب. لا أقول أنتم الحمد لله جربتم، لا، الإنسان التافه الذي يقلد التافهين في التفاهات ليجرب فترة، يقلد شخصية مرموقة عند الله عز وجل في مجال ثمين، بعد الشهر أصلا لا يفكر في تقليد التافه. والنموذج الأعلى 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 في التأسي: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رسول الله الذي هو أسوة فاطمة، فاطمة التي هي أسوة لأبنائها الطاهرين، سادة خلق الله عز وجل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. والطاهرون من أولاد فاطمة صلوات الله عليه، الأسوة لعظماء وعظماء. نتأسى بهؤلاء العظماء، أسوتنا الأساسية رسول الله وأهل البيت صلوات الله عليه. الخلاصة: بدل أن تفكر في إزالة هذه الأمور، والإزالة شيء خاطئ، لا تزيل التصنع، لا تزيل التنافس، لا تزيل الاقتداء والتأسي، إنما وجهها توجيها حسنا، أشبع هذه الرغبات بالطريقة الصحيحة، سوف لا تقع في هذه المشكلة. تتبدل هذه الأمور إلى مقويات، إلى أسباب عظمة لك، بدل أن تكون أسباب تفاهة أو أسوأ من التفاهة.
بدل أن تتبدل هذه الصفات إلى بوابة إلى دخول جهنم، تصبح بوابة إلى الصعود إلى أعلى الجنة. التصنع الحسن، نعم عندنا تصنع حسن، والتنافس الحسن، والتقليد أو الاقتداء أو التأسي الحسن. ولا ننسى هذه النصوص الثلاثة الشريفة: إذا لم تكن حليما فتحلم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كلمتي الأخيرة: الحلف بسم الله عز وجل من المكروهات، إلا إذا كان في أمر مهم لا كراهة في ذلك، بل يكون أحيانا محبوبا. إخواني، والله وبالله وتالله، نحن، أنا، أنت، أثمن بكثير من الانشغال بهذه التفاهات. عفوا أقول تفاهات، الكلمة المناسبة أسوأ من كلمة التفاهة. نحن، الله عز وجل أعطانا قيمة كبرى، هذه الأمور والله وبالله لا تتناسب معنا. التصنع في الأشياء السيئة، التنافس في هذه التوافه، التقليد والتأسي في هذه الأمور التافهة لا تتناسب معنا، لا تتناسب مع أي واحد من البشر، ناهيك عن البشر المؤمن. ننشغل بأشياء بمستوى قيمتنا، لا ننشغل بهذه الأمور التي تحط من مقامنا. أنا إنسان ثمين، خلقني الله سبحانه وتعالى موجودا ذا قيمة. أنت نعم أنت المستمع، الله عز وجل أعطاك قيمة، أعطاك كرامة، كرامة الإنسانية، كرامة الإيمان. فأسأل الله الذي أكرم مقامك يا حسين وأكرمني بك. الله عز وجل أكرمني بالحسين، أنا من شيعة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، أنا مال هذه التفاهات؟ هذه الأمور ليست بمستواي، عيب علي. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم، بمحمد وآله الطيبين، أن لا يفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا، وأن يوفقنا لمراضيه، وأن يجنبنا جميع معاصيه. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.